صباح الخير، اهلا بكل السادة المشاهدين بيتابعونا. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم على شاشة التانية مع برنامج مصر جميلة، وسعداء دايما ان احنا بنلتقي مع حضراتكم، ويا رب ان شاء الله النهارده يوم يبقى مليان بالحب والتفاؤل والامل. صباح الخير يا هند. صباح الخير يا هند. جو يعني شويه صيفي النهارده بس جميله جدا، وان شاء الله يبقى يوم جميل على كل المصريين والعرب جميعا يا رب. النهارده عندنا حلقة يعني معظمها هنركز فيها على موضوع مهم، وهو طبعا علاقات مصر والسعودية. احنا عارفين ان الملك سلمان ان شاء الله هيكون في زيارة لمصر اخر الاسبوع، دي اول زيارة لمصر منذ اختراع العرش، فهتبقى مهمة جدا، وهيبقى في متابعة شديدة لهذه الزيارة ومتابعة لعلاقة مصر والسعودية الفترة اللي فاتت، اللي في ناس كتير جدا كانت بتحاول تبين ان في توتر في العلاقة او يطلعوا اشاعات ان في خلافات ما بين مصر والسعودية، بس الزيارة دي مهمة جدا، هي بتفنت كل هذه الاشاعات. طبعا ده حقيقي، ويعني هي زيارة لضيف كبير اللي بيزور مصر، وطبعا بتوطد وبتوثق للعلاقات، وكتير كاتبين يعني حتى في الصحافة السعودية انها بتعد صفعة لمن يشكك في العلاقات المصرية السعودية. كتير من وسائل الإعلام تناولت هذا الموضوع سواء المصرية أو السعودية، ووفقا لصحيفة الرياض أنه بيقولوا أكد عدد من الخبراء والسياسيين والمفكرين المصريين أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لجمهورية مصر العربية تعد صفعة قوية لمن يحاول العبث بالأمن القومي العربي. وأوضح أيضا الخبراء والسياسيون أن هذه الزيارة تعد زيارة تاريخية، وأتت في توقيت جوهري تؤكد على عمق العلاقات المصرية السعودية منذ تأسيس المملكة على يد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه. ومعتبرين الزيارة أيضا بداية جديدة ليست للبلدين فحسب، بل للمنطقة العربية بأسرها. طبعا مصر والسعودية قوتين كبار جدا في الشرق الأوسط، طول عمرنا على وفاق وطول عمرنا على ود وعلى علاقات طيبة ما بيننا وما بين بعض. البعض زي ما ياسر قال حاول ان هو يشكك او ان هو يعني يثير بعض الضغائن ما بين مصر والسعودية، ولكن ابدا ده مش ممكن يحصل، لانه العلاقات تاريخية وطويلة جدا ما بين المملكة العربية السعودية وما بين مصر. وبمناسبة الموضوع ده هيكون ضيوفنا النهاردة في فقرتين من الفقرات الثلاثة عن علاقات مصر والسعودية، يا إما من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية أو الشعبية كمان. هيكون معانا النهاردة إن شاء الله الدكتور أنور العشقي، وهو المفكر والجنرال السعودي المعروف. هنتكلم معاه عن النواحي السياسية والعلاقات التاريخية ما بين الدولتين، وأيضا هو له مؤلفات، هنتكلم أكتر عن هذه المؤلفات اللي تم إعلانها في مصر، يعني اللي اختارها كمكان أو اختار القاهرة للمكان اللي يعلن فيه المؤلفات وإطلاق كتبه هنا في مصر. عندنا كمان فقرة عن العلاقات المصرية السعودية على المستوى الشعبي، ومن خلالها هنلتقي مع الدكتور محمد أبو نواس، جراح سعودي وخبير في التنمية، ويكون لنا لقاء أيضا مع الشيخ الدكتور علي رضا مهندس معماري سعودي، ونعرف منهم أكثر تفاصيل عن العلاقات على المستوى الشعبي. وهننهي حلقتنا بفقرة فنية، هيكون عن مهرجان اليوبيل الفضي للمسرح المستقل، وهيشرفنا فيه الأستاذ عمرو أبيل صاحب مشروع توثيق المسرح المستقل. نطلع لفاصل ونرجع على طول مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة، وهنبدأها بالعلاقات الخارجية المصرية السعودية.